أهلا بيكا. اليوم الموضوع حق اللايف حقي هو موضوع مرة مهم بالنسبة لي، موضوع اللي بتعامل معاه وبتكلم عنه وبفكر فيه من 3 سنين، موضوع السوشيال ميديا، موضوع استعمالي للسوشيال ميديا، إدماني على السوشيال ميديا، تجربة حقتي حقت الديتوكس الأسبوعية اللي أخذها، تجربة الديتوكس الطويلة اللي سويتها. موضوع السوشيال ميديا له 3 سنين حاضر، ودائما بحاول ألاقي طرق جديدة ومختلفة إنه أنا أتعامل معه. دائما بحاول ألاقي إيش أحسن أسلوب إنه أنا أقدر أخليه جزء من حياتي. و لي 3 سنين كل ويكند أخذ سوشيال ميديا ديتوكس، أقفل انستغرام، ما عندي سناب شات بس أقفل انستغرام لمدة يومين أحيانا أكثر، غالبا لما أسافر برضو ما أستعمل سوشيال ميديا. بس قبل تقريبا شهر ونص أو شهرين قررت أسوي تجربة مرة مختلفة، وقررت لأول مرة أنه أسوي سوشيال ميديا ديتوكس لمدة 40 يوم وأنا في جدة. مو أنه أنا مسافرة وحكون مشغولة أو أبغى أكون مرة حاضرة أو أبغى مرة أكتشف البلد أو أبغى أكون مع عائلتي فأكون بدون سوشيال ميديا، لأنه ده أسهل، لأنه في برنامج وحياتي اليومية مختلفة عن حياتي في بيتي. بس بدأت أشوف مظاهر إدمان على نفسي، وبدأت أقلق من مظاهر الإدمان. بدأت أنتبه إنه بستعمل الجوال أو بستعمل وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من 2 ساعات في اليوم، ما بين واتساب وبين إنستغرام، وبدأت أقلق حقيقي. حاولت أسوي لنفسي قرارات صغيرة، مثلاً ما حفتحه بعد الوقت الفلاني، أو حأقفله بعد الوقت الفلاني، أو حسوي الشيء الفلاني، أو ما أسوي الشيء الفلاني. وحتى بعد كل هذه القرارات، وحتى بعد الديتوكس اللي كنت أسويه كل أسبوع، كانت الأثار السلبية مرة قوية علي. منها أني مثلاً كنت بعد ما أفتح أكاونت واحد أو أشوف شيء واحد، فجأة ألاقي نفسي طحت في حفرة من شيء لشيء 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 بدون ما يكون قصدي أو نيتي إنه أشوف كل هذه الأشياء أو أقضي كل هذا الوقت. فجأة أنتبه للساعة وأقول يا الله كيف أنا لسه لين دحين على الجوال. تكلمت عن هذا الشيء بإسهاب في فيديو حقي اسمه ليش أسوي سوشيال ميديا ديتوكس، موجود على يوتيوب. في نهاية الفيديو قلت إنه أنا هأخذ 40 يوم بدون سوشيال ميديا وأشوف أثر هذه التجربة علي. والأول مرة بدأت أسجل في نوت كل المشاعر أو كل الأشياء اللي بتعدي بي اللي تخص السوشيال ميديا على جنب. طبعاً أنا توقعت إنه هذا الشيء مرة حيكون صعب وحيكون مستحيل وحكون أبداً ما أقدر أسويه. بس اللي صار إنه يمكن أول يومين كان تقيل، ثالث يوم كان عندي فضول أو لقافة إيش بيصير على الإنترنت، إيش الناس بتحط، إيش بيصير مع الأحداث اللي بتصير في مدينتي، طيب مين راح، طب مين جاء، بعدين أنا رحت حضرت مثلاً حفل غنائي، طب نفسي أصور. أول 3 أيام بعدين أبداً ولا نقطة ما وحشني إنه أنا أكون على السوشيال ميديا. بس بدأت ألاحظ فين كل المرات اللي يجيني فيها كأنه ريفلكس، كأنه زي الواحد لما يخبط، لما الدكتور يخبط ركبتك والركبة تتحرك على برا، the knee jerk effect، كأنه عندنا أشياء ريفلكس نسويها. فانتبهت إنه على طول أفكر في الجوال أول ما أروح مكان حلو، على طول أفكر إنه طب أبغى أصور، أول ما أقابل أحد إنه أوه شفت صاحبتي من زمان ما شفتها يلا نتصور مع بعض، لما يجي أكلي، لما أكون رتبت شيء، رتبت دولاب أو رتبت أدراج أو رتبت حاجة، يعني أنجزت إنجاز.
لما اعدي بمرايه على طول ابغى اطلع الجوال واعمل سيلفي. كنت بسجل كل هذه الاشياء. بس العجيب انه لما كان ما عندي الاوبشن حق المشاركه قل رغبتي في انه انا ادون هذه اللحظات وانه انا اصورها، وصار بدل ما امد يدي واخرج الجوال واصور ده الشيء عشان اشاركه دحين او بعدين، صرت ابتسم الاحظ انه دي اللحظه انا كنت حسوي فيها كذا لو كان عندي يعني لو كان حسابي مفتوح، واقرر بقصد او بوعي انه انا استمتع بهذه اللحظه واعيشها وما اركز مره كثير وما ادقق مره كثير في الادمان اللي كان عندي او في تدوين اللحظات، اعيشها اكثر. واحد. اثنين، لاحظت من تجربه الديتوكس. طبعا كيف اسوي ديتوكس؟ اني انا اول شيء اقول انه اسوي ديتوكس واقول الفتره عشان التزم بيها. ثاني شيء امسح، اسوي لوج اوت، اسوي لوج اوت تسجيل خروج من الحساب من التطبيق الابلكيشن وكمان من البراوزر من المتصفح حق الانترنت عشان ما يفتح لي بالغلط فجاه. وبعدين مسحت التطبيق من جوالي، ما مسحت واتساب لانه عندي عليه شغل وعندي عليه يعني تعاملاتي الشخصيه وما عندي احد يرسل لي عليه يعني فوروردز او اخبار او اعلانات او اي حاجه. المهم بدات عندي يعني لاحظت كم شيء. لاحظت انه اول حاجه عندي ساعه مره كبيره في الوقت، مساحه مره كبيره اقدر اسوي فيها اشياء مره كثير. خرجت اشياء تلوين ورسم وبدات اسوي فيها، رتبت الاشياء اللي انا من اول حطها على جنب وما رتبتها، دخلت المطبخ وطبخت واخترعت اشياء اكثر، لقيت وقت انه ازور في ناس يهموني، قضيت وقت مع اولادي، لعبت معاهم حقيقي، لعبت مو لعبتهم، لعبت معاهم واستمتعت باللعب. سويت اشياء كان نفسي اسويها وكنت مأجلتها يمكن 6 شهور، مع انه كان عندي الويكند بدون سوشيال ميديا بس برضو ما سويتها، وكان عندي كمية مهام مؤجلة تخص الشغل يعني ما تنعد. سويت يمكن 70% منها في هذه 40 يوم. في هذه 40 يوم كمان انتبهت انه علاقاتي مع الناس اللي قريبين مني تحسنت، انه عندي هدوء اكتر، عندي صبر اكتر، اني بأسمع لما اكون في حوار مع احد حقيقي بأسمع، مو بجادل وبس بستنى الشخص يسكت عشان احضر نفسي اقول الشيء اللي بعده. لقيت نفسي انه انا حقيقي بسمع للشخص الثاني، وهذا من اكثر الاشياء اللي تضيف تضيف للعلاقات. لقيت نفسي بسمع للشخص الثاني، لقيت انه مزاجي اروق، انه عندي راحه نفسيه يعني اعلى من الايام الثانيه بشكل مره اكبر. لقيت انه لي نفس أسوي تأمل، وعندي خلق أكثر على التأمل لما كنت off social media. عندي clarity، وضوح، شايفة الأشياء بشكل أوضح، الأمور ما هي مغبشة في عيني، القرارات أسهل. من الأشياء كمان اللي لاحظتها وتكلمت فيه مع حنان شهري صاحبتي، إنه مشاعري صارت لايقة ومتلائمة، حالتي الشعورية متلائمة مع ظروف يومي. اللي أول كان بيصير إنه أنا فجأة أحس نفسي مكركبة وملخبطة ومكهربة، بس أفكر شوية على وراء إيش حصل، ليه أنا دحين يعني كده متضايقة، هل حصلت خناقة، هل حصل موقف، هل أحد بعت لي مسج، هل في شيء ما أعرف، بس ألاقي نفسي فجأة مكركبة وملخبطة أو مرة متحمسة أو مرة شايلة هم أو حاسة نفسي ما عملت كفاية أو حاسة بتأنيب ضمير أو حاسة نفسي فاشلة أو حاسة نفسي وزني زيادة عن اللزوم أو بس أي أفكار كنت ما أفهم، أي مشاعر كنت ما أفهم مصدرها خفت بشكل مرة كبير، يمكن بنسبة 80%. فصارت حالتي الشعورية معتدلة من أول ما أصحى اليوم إلى نهاية اليوم، ولما يجي وقت في الفعل أو أشد أو أضايق أو أعصب يكون متناسب مع شيء صار في يومي، فباين لي ليش أنا دحين أضايقت أو نكت. طبعاً في الأيام اللي قبل الدورة الشهرية برضو كنت مرة مشدودة وما كنت عارفة إيش بي، بس يعني هذا الشيء ما كان له علاقة بسوشيال ميديا، وما أقول 100% بس 80% كانت حالتي الشعورية أحسن.
من شهادة الناس اللي حواليا إنه نوف كنتي أروق، نوف كنتي هادية، نوف كنتي ما بتجري، مو مصربعة، مو مستعجلة، كنتي حاضرة. وهذه الكلمة اللي مرة رنت معايا، كنتي حاضرة، ما كنت في بالي، زي كأنه وجودي على السوشيال ميديا كأني ماشي على سير طول الوقت، والفيد بيزيد والستوريز بتزيد والنقطة الحمراء لازم أفتح هنا مسجات بتزيد وإيش الأشياء اللي لا أرد على مين بيزيد والمسجات، كأني على سير متحرك. وبعدين كأني لما قفلت الابليكيشن أو شلت الجوال أنا لسه بتحرك كأنه في تحت رجولي سير متعودت من المشي هذا. بعدين كأني وأنا جالسة وهاد بطل يعني جالسة في غرفة وجوالي في غرفة تانية، بالي مع السير اللي بيتحرك هناك وبفكر في ايش فاتني او ايش حيفوتني او ايش ورايا او لما حافتح ايش حيكون ورايا، اشياء مره كثيره جمعت عليها. ما اعرف متى وفين وكيف صار انه ارد على المسجات اللي جاتني على السوشيال ميديا شغل، او اشوف اللايكس شغل، او اشوف مين تاني بيسوي ايش شغل، او اقرا البوستس اللي حطيتها اللي تهمني وحطيتها في أركايف بس ما عمري رجعت لها شغل. كيف صارت واجبات علي؟ وفكرت إنه هذه بس تجربتي أنا. بعد كده استوعبت إنه هذه ما تجربتي لوحدي، وجاتني رسائل مرة كتير عن ناس مرة كتير عدوا بدا الشيء أو حاسين بدا الشيء. أغلبهم ما سووا تجربة الديتوكس، بس كذا أحد من الناس اللي أعرفهم بعتولي مثلا المسجات إنه برافو عليكي، إحنا مرة نحتاج ناخذ هذه الخطوة، لسه ما احنا قادرين ناخذها، بس حييك اشجعك، انا حاسة بكل مشاعري اللي انت بتقوليها، حاسة بكل لخبطة اللي انت بتقوليها، والموضوع يحتاج شجاعة انه ناخذ هذه الخطوة وحاسين انه ما احنا قادرين. وطبعا اكيد بيلوموا نفسهم ويحسوا نفسهم ان انا ماني قوية كفاية او انا ضعيفة قدام ذا الشيء، وزي دائرة لوم النفس كأنها طول الوقت مستمرة وشغالة. بعدين خلصت الأربعين يوم، ولما قربت الأربعين يوم إنها تخلص بدأ عندي توتر هرش، لا لا كأنه جسمي يحكني لا 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 ما أعرف إيش حيصير لما أرجع. طبعا جزء مني يمكن 10% مني متحمس يرجع للسوشيال ميديا، وتسعين في المية مني يقول أحب حياتي دحين وما أكون في السوشيال ميديا. عاجبني الرواق، عاجبني الهدوء، عاجبني السلام، عاجبني الحضور، عاجبني إنه أنا ما بقارن نفسي بأحد، عاجبني تقديري لنفسي وإحساسي تجاه نفسي وإيماني بنفسي وثقتي بنفسي ومفهوم الذات حقي كيف علي. بس إنه أنا أخذت هذا الوقت بعيد عن الناس أو التواصل مع الناس. بعدين قلت إنه طب كثير من شغلي مرتبط بسوشيال ميديا، سواء محل المفروشات حقي Once Upon a Chair، سواء الريتريتس أو الرحلات اللي مرتبها، سواء البرامج اللي نعملها أونلاين، جزء كبير منها أونلاين. فقلت أرجع بس لازم أسوي خطة لنفسي عشان أرجع قبل ما أرجع. وفضلت أخر، خلصت الأربعين يوم، جاء 41 يوم، 42 يوم، 43 يوم. بعدين قلت اليوم نوف حتجلسي حتكتبي مع نفسك خطة كيف حأرجع للسوشيال ميديا. كتبت لنفسي خطة، قلت حأقنن استعمالي للسوشيال ميديا وحأقلل الوقت حقه، حأخر الوقت اللي أفتح فيه وحبدر الوقت اللي أنتهي فيه من استعمال الجوال. نجحت في الشيء الأول إنه أنا أفتح الجوال بعد ما أكون خلصت رياضة وخلصت عمل تأمل وكتابة حقتي في اليوم، وعملت الشغل اللي يخص هذا اليوم. فلو عندي مثلاً إيميلات لازم أرد عليها، رسائل لازم أرد عليها، أشياء مستنية مني إنه أسوي أخذ فيها خطوة، لازم أخلصها أول بعدين أفتح سوشيال ميديا. والعجيب جداً إنه نتيجة هذا القرار كانت إنه أنجزت أكثر، وإنه فزادت إنتاجيتي، وإنه أتأخر الوقت اللي أفتح فيه إنستغرام بشكل مره كبير. انا كنت افتح انستغرام الساعه 12، كنت حاسه نفسي مره فنانه انه ما افتح انستغرام قبل الساعه 12، بعد 12 انه الصباح على الاقل يكون حقي. بعدين اكتشفت انه لما لازم اسوي رياضه واكتب واتامل واسوي شغلي ما يطلع لي انه افتح انستغرام غير بعد الساعه 4.
احيانا حتى الساعه 6. قلت وقلت سالت نفسي يا ترى قديش قبل كذا ايام كنت عندي اشغال وعندي اشياء وعندي مسؤوليات وعندي مسؤوليات تجاه الاخرين وتجاه شغلي وتجاه نفسي وتجاه اولادي واطنشها كلها وافتح انستغرام وايش انط في الحفره حقت انستغرام وما انتبه قديش اجلس عليه. بدات اسوي ذا الشيء بعدين لقيت انه صح بافتح متاخر في يومي لكن فجاه الاقي نفسي الساعه 12 في الليل وانا لسه على انستغرام. ولقيت نفسي انه انا الساعه 12 ما سويت شيء مفيد اليوم على السوشيال ميديا، ما سويت الاشياء اللي لها دخل بشغلي، لا شيء له دخل بالبزنس حقي ولا شيء له دخل بالرحله حقتي ولا شيء له دخل بالبوستس اللي ابغى اكتبها ولا الافكار اللي في بالي. ماني منتجه، انا مره متلقيه 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 متلقيه. قلت لا نوف ما هو كفايه، نوف مو كفايه انك اخذتي 40 يوم ديتوكس وبتاخدي كل ويكند تقفلي فيه ديتوكس اسبوعي لمده يومين، مو كفايه انك ما تفتحي غير بعد الساعه 4 بعد ما تخلصي شغلك ورياضتك وتاملك. طب ايش؟ طب ايش اسوي؟ ايش كمان؟ يعني من انا صغيره ما احب شيء يتحكم فيا، ما احب عاده تتحكم فيا، لا ادخن ولا اشرب شاي ولا اشرب قهوه ولا ما عندي ولا عاده تتحكم فيا، ما عندي ولا ادمان على ولا شيء، لا النوم ولا شيء ولا شيء ما يتحكم فيا. ومن الاشياء اللي كانت مره يعني تديني احساس بالراحه او بالثقه او بالطمانينه انه انا ما اسمح للاشياء انها هي تتحكم فيا. واول ما الاقي نفسي بدات انزل في حفره ادمان على شيء او اخش في حفره انه انا في شيء بعتمد عليه، على طول ابغى اتعامل معاه او احله. حتى مثلا اعتماديه مرضيه كوديبندنسي على زوجي ما ابغاها، على طول اتعامل معاها، اسوي جلسات تشافي، اتكلم مع الاخصائيه النفسيه حقتي، اشوف اذا انا عندي شعبطه، اتاكد مره كويس اذا انا عندي شعبطه ولا هذا حب واهتمام الا في السوشيال ميديا. وقلت يعني مو معقول انه كل دي الاشياء سويتها، كل دي الخطوات عملتها ولسه اطيح في دي الحفره، ولسه فجاه الساعه 12 الاقي نفسي لسه على الجوال، او صرت اخلي الجوال برة غرفه النوم. لينا تقريبا ممكن 5 او 6 شهور انا ونور بنسوي هالشيء، نخلي الجوال برة غرفه النوم. فالاقي نفسي اتسدحت في السرير وتغطيت ودخلت في الغطاء، بعدين فجاه وطلعت كتابي يعني انه ابغى اقرا، فجاه اقول لا في شيء نسيت اسويه، واخرج على برة في الصاله واسوي شيء في الجوال وارجع مره ثانيه. بعدين قلت لا، الموضوع يحتاج له يعني فهم ودراسه وبحث في انه انا سويت كل هذه الاشياء وبرضه ما طلعت بجواب. فبدات اقرا كتاب ديجيتال مينيماليزم للكاتب كال نيوبورت، من اعظم الكتب اللي انكتبت عن موضوع ادمان السوشيال ميديا. كال نيوبورت من الناس القليل، من يعني 30 هو من جيلي، اللي ما عندهم حسابات على السوشيال ميديا ابدا، ولا فيسبوك ولا تويتر ولا انستغرام ولا شيء. وهو يقول انه الناس احيانا تقول لي كيف انت تتكلم عن السوشيال ميديا وانت ما عندك حساب، ويقول انه انا لاني برا اقدر اشوف الاشياء بوضوح اكثر. واحد، اثنين، عندي بحث كبير اسويه وتجارب كثير اسويها مع ناس يستعملوا السوشيال ميديا مره كثير. كان نوبورت 30، شاب 30، جواله ما هو سمارت فون، جواله عادي. كتب في حياته اللي اعرف 6 كتب الى الان يمكن اكثر، اشهرها ديجيتال مينيماليزم وكتاب اسمه ديب ورك، عن كيف الواحد يركز في شغله بدون ما يكون عنده مشتتات. ابغى اشارككم بعض الاشياء اللي ما خلصت الكتاب حق ديجيتال مينيماليزم، بس ابغى اشارككم بعض الاشياء اللي عرفتها وايش الخطه اللي حطيتها لنفسي اليوم. في ديجيتال مينيماليزم بيتكلم كال نيوبورت عن فكرة السوشيال ميديا وهي قايمة على ايش. فبيقول انه ستيف جوبز لما اخترع الايفون، لما جاء تكلم عن الايفون اول مرة، قال انه عملنا جهاز يكون زي كأنه يجمع بين الايبود وبين الجوال، يعني حتقدر تسمع الاغاني حقتك وتسوي كمان مكالماتك.
ما كانت الفكرة إنه يكون هوس إنك طول الوقت بتطالع فيه. ستيف جوبز كان رافض فكرة إنه يكون في مطورين كتير يسووا تطبيقات لأبل، وقال إنه هذه ممكن تكون بداية النزول للفلسفة اللي كانت عنده. بيتكلم كارل نيوبورت عن أشخاص كانوا يشتغلوا في هذا الاندستري، في هذا المجال، وبعدين لما حسوا بأثر هذا الشيء السلبي على المجتمع وعلى نفسهم أخذوا خطوة وخرجوا من ذا المجال. ومو بس خرجوا من ذا المجال، كمان تكلموا عنه بشكل توعوي. فكان بيتكلم عن واحد كوميديان تكلم عن سوشيال ميديا وقال لا تضحكوا على نفسكم وتفكروا إنه هذه الابليكيشنز اللي ببلاش، التطبيقات اللي جات في حياتكم جات كأنها هدية، لأنه الناس اللي بتسوي هذه التطبيقات هم زي المزارعين حقون التبغ بس لابسين تيشرتات مودرن يعني، وبيبيعوا الإدمان لأطفال صغار، لأنه التشيك على كم لايك عندي كأنها عادة التدخين الجديدة. checking likes is the new smoking habit. والريفرش ريفرش اللي يصير على يوتيوب أحيانا. عجيب لما قرأت ذا الكلام حسيت إنه طب يعني مو بس أنا اللي كده حاسة، مو بس أنا اللي ملاقي صعوبة. أتكلم مع واحد تاني كاتب اسمه هاريس، اسمه الأخير هاريس، كان مسك الجوال في مقابلة تلفزيونية وقال this is a slot machine، وهذه الماكينة حقت القمار اللي تسحب الذراع حقتها وتتحرك الأرقام وكل مرة يطلع لك تفاحة ورقم وشيء وشكل وبعدين تعطي لك فلوس. فإنك أنت في كل مرة تمسك الجوال فيها عشان تعمل شيء غير المكالمة كأنك بتلعب لعبة قمار. كيف؟ الألعاب، ألعاب الفيديو اللي ممكن تكون مرة عظيم فيها وتطلع لك فيها أشياء ممكن في يوم من الأيام تتحول إنها هي لايفز أو تتحول إنها هي بوينتس أو تتحول إنها هي فلوس سواء في اللعبة أو تقدر تتطور. مثلاً اللي فاز بجائزة فورتنايت كأس العالم لفورتنايت 3 مليون دولار عمره 16 سنة. فاحتمالات إنه أنا من اللعبة يجيني فيها مردود مادي خلي الجوال كأنه لعبة قمار. واحد اثنين، احتمالات انه انا اصير مره مشهور وكبير وفظيع على السوشيال ميديا والناس تجيني تبغى تعمل معي اعلانات، معناته انه انا حيجيني مردود مادي، معناته انه كني انا بلعب قمار. ولا نقول كني بلعب قمار، قصدي في احساسها، في احساس انه ضربه حظ، يلا اجرب اجرب يمكن تزبط يمكن ما تزبط، حيطلع حلو ولا ما حيطلع حلو. وبشكل مبسط وتالت، في كل مره احط فيها بوست على اعصابي زي وانا بستنى السلوت ماشين تبين لي هل طلع لي تفاحة 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 أو كرزة كرزة كرزة، هل دحين حيطلع لي لايكس ولا لا، هل حتعجبهم هذه الصورة ولا لا، هل الكابشن هذا حلو ولا لا، طب خليني أعدل الكابشن، طب أعدل الكابشن تاني، طب هل شكلي غلط في الصورة، طب هل شكلي تخينة في الصورة، طب هل الناس، فهل عادي أحط صورتي مع زوجي، هل الناس حيحسدوني على علاقتي مع زوجي، لا خلص خليني أمسح الصورة، طب أحط صورتي مع أولادي، هل عادي أحط صورتي مع أولادي، هل عادي لأولادي إنه تكون صورتهم على السوشيال ميديا؟ هم ما أخذوا هذا القرار بنفسهم. هل من حقي إنه أنا أحط صورهم وأخليها قدام الملأ ولا لا؟ يخليني مرة كتير أتساءل فين إحنا بيجينا هذه اللذة حقت أو الحماس اللي يجي في لعب القمار؟ هل حبيع المنتج حقي ولا لا؟ هل أحد حيقول لي أنت جميلة ولا لا؟ هل أحد حيقول لي أنت مهمة ولا لا؟ واستوعبت من كلام كارل نيوبورت إنه السوشيال ميديا بتلعب على حبلين، الحبل الأول حبلين تعتبر الاثنين لها دخل بعلم النفس، وبيجيبوا ناس متخصصين في مجال التكنولوجيا وفي مجال علم النفس يجلسوا مع بعض ويطوروا وسائل وبرامج وطرق تخلي السوشيال ميديا مرة 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 ممتعة وتسبب إدمان وما أقدر أسيبها وطول الوقت أفضل أفتحها. فلو انت عندك احساس بالذنب ليش انا عندي دي المشكله، فواحد ما انت لوحدك، اثنين في سبب كبير، في فلوس مره كثير بتنحط عشان ده الشيء يصير. طيب السوشيال ميديا بتلعب على حبلين، الحبل الاول intermittent positive reinforcement drive اللي هو التعزيز المتقطع. في تجربه قديمه علميه انه جابوا دجاجه وخلوها انها هي لما
تخبط بمنقارها، لما تخبط كثير فجأة يطلع لها أكل، مرات يطلع لها أكل ومرات ما يطلع لها أكل، فمرة تخبط مرتين بمنقارها يطلع لها أكل، مرة تخبط 10 مرات يطلع لها أكل، مرة تخبط 20 مرة ما يطلع لها أكل. وجابوا دجاجة ثانية كانوا يخلوها يعطوا لها كل ما تخبط 20 مرة يعطوا لها أكل، 20 مرة يعطوا لها أكل. لقوا إنه الدجاجة اللي ما تعرف متى حيجي لها الأكل حتخبط مرة كثير، مرة 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 كثير طول الوقت، حتكون هي بتخبط زي بالضبط زي في لعبة القمار. أنا ما أعرف، هي ضربة حظ مو أكيد، ما أعرف أي يوم حيطلع لي لايكس، ما أعرف أي يوم حأضرب وأثير مرة فنانة وعظيمة، ما أعرف أي يوم حتجيني فيها فلوس من استعمالي، سواء مردود مادي أو مردود معنوي. ما أعرف أي بوست اللي حيجيني عليها مرة كتير كومنتس تعليقات، فمرات أطلع البوست في الألغوريثم، مرات لما أطلع البوست خليه ما يبان، أخليك أنت لازم يبوست كتير، لو حطيت 3 بوستات في الأسبوع حتبان عند الناس، فأنت تفضل زي الدجاجة طول ما أنت جالس وبتشيك بتشيك 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 عشان تبغى تتأكد، عشان تبغى يجي لك هذا الإحساس، لأنك ما أنت ضامن وما أنت متأكد متى حيجي لك ومتى ما حيجي لك، فنفضل زي الدجاجة المجنونة. 2، إحساس القبول الاجتماعي. فالشيء الأول هو التعزيز المتقطع، ما أنت متأكد متى حيجي لك، والشيء الثاني هو القبول الاجتماعي. إيش فكرة القبول الاجتماعي؟ فطرياً عند الإنسان زمان لما كان يعيش في قبيلة كان من أهم الأشياء عنده، احتياج فطري عند الإنسان إنه هو يكون مقبول من ضمن مجموعته أو قبيلته. ليش الإحساس الفطري أو الاحتياج الفطري؟ لأنك أنت لو كنت ما أنت مقبول أو ما يحبوك حينبذوك يسيبوك، ممكن يعلقوك يربطوك في شجرة يتريقوا عليك ويمشوا ويسيبوك، وأنت إيش لو كنت لحالك ما أنت عايش في جماعة حتموت. إحساس إنك أنت تبغى قبول اجتماعي إحساس فطري وطبيعي وعندنا كلنا. ابغى لما اروح العزومه كل احد يقول لي لبسك حلو، ابغى يشوفوني ويقولوا لي شكلك مرتب، ابغى لما احط بوست الناس تقول لي الله برافو عليك. هذا احساس فطري وعندنا كلنا. الطفل الصغير يبغى احد يقول له شاطر برافو عليك، وهذا واحد من الاشياء اللي تسر لهم لما يلعبوا مثلا فورتنايت، في طبطبه معنويه بتقول له انه برافو عليك شطور. الاحتياج او احساس العيله او القبيله او القبول بيجينا من الانترنت والسوشيال ميديا او الالعاب اللي اونلاين. إحساس ترايب، يمكن أنا أبوي وأمي من زمان ما قالوا لي برافو عليك شاطرة أنا مؤمن بيكي ولا مرة أحبك، لكن أونلاين دائما الناس بتقول لي خلاص أكون كفاية بالنسبة لي وبدور عليه. هذا بالنسبة لإيش الشيئين اللي بيستعملوه عشان يخلونا نفضل في هذه اللوب. شيء تاني، أول ما طلع اللايك بوتن في فيسبوك كان لونه أزرق عشان يليق مع الثيم حق فيسبوك، بعدين لقوا انه الناس مو مره بتشيك عليه، بعدين قاموا جابوا مختصين وقالوا لهم خلوه يكون لون احمر، يعلم لون احمر عشان تحس انه لازم اشيك عليه، لازم لازم اشيك عليه، ما اقدر ما اشيك عليه. وانا اعترف انه انا ما اقدر ادخل واحد من الابلكيشنز، سواء فيسبوك افتحه كل فتره والثانيه او على الانستغرام وما افتح الرقم أو القلوب أو النقطة أو الشيء هذا، أحس إنه لازم يروح، وما عمري فكرت في ده غير لما سمعت كلام ديجيتال مينيماليزم. إيش إحساسك الآن وإحساسك في هذه اللحظة لما تعرفي إنه أنت بتستعمل إنستغرام أو وسائل التواصل الاجتماعي بما يعدل 2 ساعة في اليوم، في ناس أكثر من 2 ساعة؟ إيش إحساسك لما تعرف إنك أنت بتضغط على جوالك 80 مرة في اليوم؟ ايش احساسك لما تيجي تبغى تاخذ صوره وبدل ما تاخذ صوره تاخذ مليون زليون صوره عشان تلاقي الصوره البيرفكت هذيك المضبوطه تحطها، بدل ما تاخذ صوره واحده تذكرك بالمكان ناخذ مليون صوره عشان الكونتنت حقي يكون مضبوط. قديش للناس اللي حواليك مزعج دقيقه لا تاكلوا عشان ابغى اخذ صوره، او بس دقيقه انا اصور بجوالي انت تصور بجوالك انت تصور بجوالك كل احد يصور بجواله، قديش هذه اللحظه كده ما هي حقيقيه. حأنهي يعني آخر ربع ساعة حتكلم فيها عن وسائل، بس قبل ما أتكلم عن الوسائل كنت أبغى أقول عن شيء. قبل 2 أسبوع خرجنا نتعشى أنا وندى أختي ونور زوجي، فنور زوجي تجي له النوتيفيكيشنز على جواله، أي شيء يصير على إنستغرام يجي له نوتيفيكيشن، أي لايك أي حاجة، وسألته قبل كده ليش ما خلي نوتيفيكيشنز في جوالك
يعني انا شلت النوتيفيكيشنز حقتي كلها، قال لي عادي يعني خليها ما تضايقني. احيانا انا اكون جالسه معاه في الغرفه ويكون جواله شغال، وكل ما يجي له مسج واتساب يرن 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 يرن، هو عادي يعني تعود عليه خلاص، هي تونز اوت ما يسمعها. فانا اقول له ترى ماني قادر، ماني قادر حقيقي انه اركز. اه والله مضايقك، اوكي سوري، بيطفي. رحنا المطعم، جالسين انا وندى ونور جالس قدام، فندى تتكلم معاه بتحكي قصه انا اعرفها، فبتوجه له هو الكلام انه انا جنبها، فهي بتطالع فيه بس هو، وهو حاطط جواله على الكرسي اللي جنبه في الطاوله، وهو بيتكلم وهي بتتكلم معاه، هي جالسه توجه له الكلام، هو كده بيسوي الجوال هنا. ايوه صح صح كلام. طيب وبعدين ايش صار؟ كمل. وفضل يمكن رقبته وما قلت ولا شيء يمكن 3 مرات إلى 4 مرات يطل في جواله في الدقيقة الواحدة، أظن كان دوبه عمل بوست وكان بتيجي عليها تعليقات. ندى كانت بتاكل ما هي مرة مركزة. لما ركبنا السيارة قلت له هل في شيء في تليفونك؟ طبعا أنا لو ما كنت في 40 يوم حقتي حقت السوشيال ميديا ديتوكس كنت ما حلاحظ، بس فجأة كده نورت لمبة في عقلي على جوا وعلى برا. قلت له هل في شيء ضروري في تليفونك؟ يعني بتستنى مسج أو أحد كان بيكلمك؟ قال لي لا عادي. قلت له هل لاحظت أنك كنت بتطل في تليفونك كثير؟ قال لي أنا؟ قلت له إيه كنت بتطل في تليفونك كثير طول ما أنت بتتكلم وأنت عينك على الجوال، ترفع تطالع فيها وترجع تطل في الجوال ورا بعض ورا بعض ورا بعض. قلت له يمكن 3-4 مرات في الدقيقة الواحدة. قال لي قولي والله. قلت له والله. أتفاجأ وكان مرة مفاجئ له. فجأة حسيت إنه قديش المواقف اليومية حقتنا اللي تصير معانا تعتبر يعني غنية بحكمة لو إحنا بس ركزنا ولو سمعنا بعض، لأنه أحيانا أنا ما أشوف نفسي أنا إيش بسوي. هو اللي ينتبه لي إنه مثلا أكون على الجوال وفجأة أنسى نفسي وقت مرة طويل، وبعدين يقول لي هل في حفرة السوشيال ميديا ولا بتسوي شيء ضروري أو بتسوي شيء مهم. أكتر شيء كان إني اعتراف صراحة، أكتر شيء كان عندي في بالي طول ما أنا 40 يوم في السوشيال ميديا ديتوكس، كم عدد الفولورز؟ كم صاروا عدد الفولورز؟ هل زادوا 3؟ هل زادوا 50؟ هل زادوا 20؟ هل زادوا 60؟ وأي أحد يقول إنه أنا ما يهمني عدد الفولورز حقوني وهو بيقدم محتوى على إنستغرام ما أصدقه، لأنه ده الشيء معمول إنه إحنا يخلينا نحس بقبول اجتماعي، فيرفع عندنا هرمون السعادة، فنفضل عندنا دوبامين 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 مع كل فولور، مع كل لايك، مع كل كومنت دوبامين يفرز هرمون السعادة عندنا، فنيجي ندور له بالضبط زي إدمان على أي حاجة، بالضبط زي السيجارة، بالضبط زي الحشيش، بالضبط زي أي حاجة. استوعبت إنه لازم أخذ قرارات يعني جدية في إنه أنا كيف أتعامل مع هذا الشيء، ولو ما قدرت أتعامل مع السوشيال ميديا بوعي يعني أنا حقفل كل حساباتي على السوشيال ميديا، لأنه إحساسي وسعادتي في الحياة أكبر عندي وأهم عندي مليون مرة من إنه أنا أشارك في عملية إيش بيع الانتباه هذه اللي بتحصل أونلاين. وذكرت نفسي إنه السوشيال ميديا ما هي معيار نجاح أو فشل الناس، وذكرت نفسي إنه السوشيال ميديا هي في تجربتي وفي تجربة ناس كتير مثبطة للابتكار وللإبداع وللإنتاجية، لأنه في كل مرة أنا أفتح فيها إنستغرام ما أنتج ولا شيء ولا شيء، طول ما أنا فاتح إنستغرام ما أنتج ولا شيء، ما أكتب شيء، ما أقول شيء، ما أسوي ولا شيء. ففي الوقت اللي أنا كنت فيه برا السوشيال ميديا هو الوقت اللي أنا أنتج فيه، وبعدين لما أكون على السوشيال ميديا ممكن أشارك هذه الأشياء. فزي الكلام اللي أنا بتكلمه دحين حضرت له وأنا ماني على السوشيال ميديا. لو كنت أنا الآن على إنستغرام آخر ساعتين أو كل الأيام اللي ماضية كنت ما حقدر أحضر وما أقدر أقدم ولا شيء. دليل إنه في ناس تنجز وتبدع بدون سوشيال ميديا الكاتبة العظيمة اللي كتبت هاري بوتر، ما هي موجودة على سوشيال ميديا، عملت أكاونت على تويتر وبعدين جلست وقت طويل ما كتبت فيه ولا شيء، بعدين في يوم كتبت إنه أنا الكاتبة وفلان الفلانية، لو كان عندي مجال بس ما حكتب هنا ولا شيء، وهذا حسابي بس ما حكتب هنا ولا شيء، لأنه لو كان عندي إلهام إنه أكتب شيء حأكتبه في كتبي. فقررت إنه أشوف إيش هي الآلية اللي الواحد ممكن يأخذها عشان يتعامل بوعي مع السوشيال ميديا وما يلغيها من حياته. فأوكي حأدي خطة للناس اللي عندهم شجاعة إنه يأخذوا خطوة جريئة وكبيرة ويتعرفوا على نفسهم من جديد،
وحأدي خطوة صغيرة للناس اللي ما هم مستعدين للخطوة الكبيرة، أنصح إنه يبدأوا بيها وبعدين يروحوا للخطوة الكبيرة. لو أنت دحين حاسس بألم من الكلام اللي أنا قلته، نصيحة كال نوبورت إنك أنت تأخذ 30 يوم بدون سوشيال ميديا. فتعلن إن أنت هتأخذ 30 يوم بدون، تعمل تسجيل خروج وتمسح الابليكيشن التطبيق حق انستغرام سناب شات تويتر اللي هو لمدة 30 يوم. وفي الثلاثين يوم هذه تضيف لحياتك نشاطات جديدة مختلفة منوعة تملي بها حياتك، تمشي مشيات طويلة، تترك الجوال في البيت وتروح سوبر ماركت وترجع، تقابل ناس كنت ما تتكلم معاهم غير أونلاين، تسوي أشياء إبداعية، تسوي أشياء رياضية، تبدأ رياضة جديدة. الفكرة أنك أنت تلاقي مجموعة هوايات أو عادات تضيفها لحياتك وتكون بها حياتك، بدل ما تكون حياتك كلها قائمة أو متمحورة حوالين السوشيال ميديا. تقرأ كتب، تضيف لنفسك أشياء كتير. ولو حتسوي هذا الشيء، أنا أنصح إنه في سناب، في واتساب، أي حساب في بيجي لك منه رسائل فيها صور أو أخبار أو أدعية، تطلب منهم بلطف إنه ما يرسلوا لك هذه الرسائل بحب، وتقول أنا مستعد ودائما يعني في المجال مفتوح وقلبي مفتوح لرسائلك الشخصية، لكن الرسائل المتداولة أفضل يعني تشيلها عني عشان بتشتت لي انتباهي. أنا عملتها مع ناس كتير، يمكن في شخصين زعلوا، يمكن في شخصين زيادة زعلوا، أشخاص زيادة زعلوا، هم زعلوا بس أنا ارتحت. ممكن تخلي عندك جروب واحد. شيء ثاني، شيء اخرج من كل الجروبات اللي ما لها فايده. ممكن تفضل في جروب واحد اللي يخص مثلا عيلتك او اصحابك او الشيء اللي ضروري بالنسبه لك انك انت تكون فيه وتبغى تكون جزء منه، واحيانا الناس بترسل فيه هذا الشيء، فبس يكون عندك conversation واحده اللي بترسل لك هذه الاشياء، لكن مو مليون رساله دش سبام. واحد، اثنين، تسوي نشاط جديد تعبي بحياتك. ثلاثه، تحاول تقابل الناس أكتر، تتكلم مكالمات تليفونية أكتر. أنا من الناس اللي مرة أسوي كتير voice notes ومسجات أكتر من مكالمات تليفونية، وكان مرة صعب علي إنه أنا أبدأ أسوي مكالمات تليفونية في 40 يوم حقتي اللي أخذتهم. هذه الخطة حقت إنك أنت تأخذ وقت off social media. لما ترجع على social media تعمل لنفسك خطة جديدة. بعد ما كل الأمور هدأت بالنسبة لك، تأخذ خطوة جديدة وتسوي لنفسك زي عقد أو زي اتفاق مع نفسك. لو كنت شجاع، هذه هي الخطوة رقم واحد. لو كنت تحتاج دفة، أنا أنصح أنك أنت تسوي سوشيال ميديا ديتوكس لمدة أسبوع. نفس الكلام اللي قلته اللي ينطبق على 30 اليوم، سويه لمدة أسبوع واحد. أي شيء من الخطوات اللي أنا حقولها دحين لو سويتها بدون ما تقضي وقت بدون سوشيال ميديا، ما حتحس بالأثر حقه، لأنك ما حسيت بهذه الفصلة. فيا تجلس بدون لمدة 30 يوم، يا تجلس بدون لمدة أسبوع. أمسح كل الأبليكيشنز اللي ما بتستعملها. أي شيء عندي أبليكيشن سكانر فين وفين بستعمله، خلاص لما أحتاجه أنزله مرة تانية. كل الأبليكيشنز اليوم اللي ما أحتاجها اليوم أمسحها. الأبليكيشنز اللي موجودة على تليفوني أرتبها في ملفات عشان عيني ما تعورني. أرسل المسجات حقت واتساب اليوم، وأقرر إيش المدة اللي حاخدها اليوم بدون سوشيال ميديا، وأشوف كيف شكل حياتي، وأدون كيف إحساسي، متى الوقت اللي ضعفت، متى الوقت اللي احتجت فيه، متى الوقت اللي وسوست فيه، وأبدأ أنا أكون على بصيرة مع نفسي. بعد ما خلصت الثلاثين يوم حقتي، أو بعد ما خلص الأسبوع حقي، إيش حسوي؟ حقول إيش الأبليكيشنز اللي مرة ضرورية أبغاها تكون من السوشيال ميديا، أبغاها تكون في حياتي، وليش؟ إيش الهدف حق كل واحد فيهم؟ فمثلاً أنا نوف موجودة على واتساب عشان واحد أدير فيه أمور شغلي، لأنه كل الفريق اللي بشتغل معه على كل المشاريع عن بعد. واحد، أدير فيه أمور الشغل بسلاسة أكتر. اثنين، أتواصل بيه مع أهلي، وعندي معاهم أحياناً حوار مفتوح مع أختي، مع كذا أحد من قرايبي، عندي معاهم حوار مفتوح، ونرسل لبعض الأشياء المهمة لبعض، نرسل لبعض صور، نرسل لبعض أشياء
ضروريه. السبب الثالث انه انا استعمل واتساب انه انا ما راح ابعت فويس نوت، فيسهل لي طريقه انه انا ارسل لاحد رساله صوتيه يسمعها في وقته، واستقبل من احد رساله صوتيه اسمعها في وقتي وارد عليها في وقتي. فهذه هي الاهداف حقتي، شغل وعيله وتواصل اجتماعي، efficiency يعني عمليه. ليش انا على فهذه اسبابي اوكي. فاول شيء وثاني شيء مثلا انستغرام، ليش انا على انستغرام؟ يهمني انه انا اشارك المحتوى حقي، يهمني انه انا البزنس حقي حق المفروشات حيكون اونلاين او هو اونلاين، يهمني اشارك القطع الجديده حقتي، فلهدف لهدف البزنس العمل ومشاركه المحتوى حقي، وانه يكون عندي صوت ويكون عندي وجود، وانه انا احفز نفسي انه انا انتج اكثر محتوى لهذه المنصه. تمام خلاص، فهذه هي اسبابي، لازم تكون مره واضحه. اثنين، ايش لازم اسوي بعد ما اعرف ايش هي اسبابي؟ اقول طب ايش احسن طريقه استعمل بها هذه المنصه. تمام، فمثلا انه انا ما حفتح انستغرام غير بعد ما اخلص شغلي، غير بعد ما اخلص رياضتي، ما حافتحه وفجاه اخش في الحفره حقت انه انا بس بتفرج على اشياء الناس. فحددت لنفسي الوقت، فاكتب لنفسي اجريمنت، اتفاقيه مع نفسي متى الوقت اللي حافتح فيه هذه المنصه وقديش حاجلس عليها. فشفت امس على انستغرام تقدر تخلي ينبهك لما يعدي ساعه او ساعتين او الوقت اللي انت تحدده لنفسك، فححط لنفسي انه انا عندي في اليوم الواحد حقضي بالكثير ساعه ونص على هذه على على انستغرام. لو دق لي ساعه ونص خلاص اعرف انه انا دحين ما حكمل زياده، او حسوي تايمر 5 دقائق اخلص الشيء اللي كان في يدي لو كنت بسوي شيء. اثنين، لما ابغى اعمل وقت انه انا ما عاد افتح في انستغرام خلاص بعد هذا الوقت، انه انا خلاص بعد الساعه 11 خلاص وقت السكينه والهدوء حقي في الليل ما حافتح فيه. ثلاثة، انه انا لما اخلص فحافتح بوعي، مو اخلي يدي تفتح على كيفها، حقول اوكي دحين ما عندي شيء، انا خلصت اموري، ماني داخله على عزومه، ماني داخله على اجتماع، ماني في الدرج طالعه، اديت وقت. انا مثلا في السياره وهذا مشوار طويل، اوكي دحين حافتح انستغرام، فافتح انستغرام اتفرج اسوي اللي ابغاه، اذا عندي بوست ابغى اكتبه اسوي كل شيء، بعدين قبل ما اقفل وصلت المكان الفلاني اعمل لوج اوت تسجيل خروج، اعمل لوج اوت تسجيل خروج انه انا خلاص خلصت. ليش؟ عشان لما يدي تمسك الجوال وتفتح بدون ما اركز وما اكون قررت، فجاه الاقي نفسي مسكته فتحته، يدي الوحده هي اللي فتحت كانه عندها يعني اراده خاصه بيها، الاقيه مقفول اقول اه لا مو وقته دحين. بعدين ممكن يدي تفتح فجاه واقول هل انا اقدر دحين؟ اوكي انا بستنى في عياده الدكتور اقدر افتح، حافتح لما اخلص قبل ما اقوم للدكتور حسوي تسجيل خروج. ففي كل مره حادخل فيها حدي نفسي pocket of time متناسب مع البيئه حقتي او الوضع حق يومي وحياتي. اولادي بيتضاربوا في مشكله، انا في المطبخ افتح سوشيال ميديا ليش؟ بس اوتر نفسي على الفاضي واشوف كل المسجات واشوف كل الاشياء اللي بتوترني على الفاضي، اشيل كل النوتيفيكيشنز من كل الابلكيشنز. يعني انا بس احب انه يبان لي رقم على الاب، بالنسبه لي ما في ولا شيء يبان لي غير حق واتساب عشان ابغى اعرف اذا جاتني مسجات، بس ما في ولا شيء يرن في جوالي غير المكالمات في اوقات معينه، المسجات ما ترن، النوتيفيكيشنز ما تجيني، لو جاء مسج ما يجيني. غير كده شلت كل المسجات اللي كل خاصيه انه الناس ترسل لي رد على الستوري حقي، لما الناس ترسل مثلا قلوب او نار او ما اعرف ايش، هذا الشيء ياخذ من وقتي ومن طاقتي وما يضيف لي انا وما يساعدني، وبس يخليني بس بفتحهم ورا بعض زي كانهم واجب، كاني بحل الواجب، وانا احس انه طاقه الناس الايجابيه سواء حب او قلوب او اي شيء بتوصل من قلبهم لقلبي، واللي عنده كلام مهم واساسي وضروري يبغى يقول لي هو يقدر يكتب لي رساله، يدخل على حسابي ويكتب لي رساله. قررت انه ما حكتب ردود بس فاضي على اي احد على اي شيء، اي بوست احد حطه احط كومنت او احط قلب او احط اي حاجه، بس حقول لو عندي كلام مفيد، لو عندي كلام ضروري. قررت كمان انه الوقت اللي انا اكون فيه ماني لوجد ان، ما عندي ماني مسجله دخول في الاكونت، هو الوقت اللي انا اقرر فيه بوعي ايش ابغى اسوي. فابغى احط بوست من وانس ابون ا شير، اخطط ايش البوست حيكون، ايش الكلام حقه، ابغى احط بوست من حسابي،
اقرر اوكي احط هذه الصوره وما اكتب الكابشن حقها في انستغرام، اكتب الكابشن في نوت او على اللابتوب حقي، اكتب الكابشن حقي واخذ راحتي بيه من بدري، واقول انه اوكي هو ده اللي انا ابغى احطه لما ادخل، فلما افتح اول ما افتح احط الشيء حقي، بدل ما انا اكون بس متلقيه متلقيه. فانا اسوي احط المحتوى حقي اللي انا اصلا كان ايش تابع للهدف حقي اللي انا اساسا بقيت هذا الحساب عشانه. اي ابلكيشن ما بيغطي لي واحد من الاهداف او ما لقيت طريقه انه انا اتعامل معاه او استعمله بطريقه تفيدني وتدعم اهدافي وتدعم اولوياتي، حاشيله، سواء حاشيله بفتره مؤقته او حاشيله دائما خلاص للابد. ماري فوليو المتحدثه اللي عندها يوتيوب شو قالت انه، وبرضه كاتبه عندها كم كتاب، قالت حطت على انستغرام تحدي، قالت اتحداك، مو اتحداك يعني دعوه انفيتيشن بس اتس تشالنج، تحدي انه ما تفتح انستغرام في صباحك غير بعد ما تسوي ثلاث اشياء، تتبع تنفسك لعشر انفاس يعني تراقب الشهيق والزفير عشر مرات، تكتب جورنالينج سواء كتابه الصباحية حقتك سواء بس حتكتب سطرين اللي هو تكتب اللي في بالك، ثلاثة انك انت تسوي شيء فيه حركة سواء هو الرياضة حقتك اليومية ستريتشنج يوغا اي براكتس جسدي تعمله. بعد هذه الثلاثة الاشياء تقدر تفتح سوشيال ميديا. في تجربتي انا اضيف على دي الثلاثة الاشياء انك انت تعمل شغلك الاساسي الضروري، وفي أوقات فراغ أنت تختارها لنفسك تعطيها لنفسك، أدي وقت أنك أنت تدي نفسك سوشيال ميديا بريك تتفرج فيه على الأشياء، تقدم فيه محتوى. إن شاء الله أكون غطيت الموضوع من جوانب كتير، إن شاء الله أكون أديته حقه، إن شاء الله أكون أديت صورة حقيقية، لأني ما أحب أتصنع وما أحب أحط قناع. واحدة من الجمل اللي مرة عجبتني في الكتاب إنه هذه التجربة اللي هو بينصح بيها، حقولها بالإنجليزي وحترجمها، will turn you from a frantic maximalist to an intentional minimalist. an intentional minimalist حتبطل تكون مشتت وملخبط وبس تبغى كل شيء، أبغى أشوف كل الفيديوهات وأشوف كل الأشياء وأكون على كل الحسابات، لأن أنا أكون بوعي وباختيار بأشوف أشياء قليلة ومحددة تهمني وتثري لي حياتي وتعني لي، وأكون سعيد إنه أقول طز في باقي الأشياء اللي على الإنترنت ما تهمني، هذه الأشياء اللي تهمني، هذه الحسابات اللي تهمني، عملت unfollow لحسابات مرة كتير ما تهمني، حتى ناس أعرفهم أصحاب قرايب لو الحساب ما يزيد لي وما يثري لي حياتي مو لازم أتابعهم على إنستغرام أو على حسابات التواصل الاجتماعي. التواصل الاجتماعي بالنسبة لي إنه أنا أشوف محتوى يزيدني. أتمنى إنه هذا المحتوى اللي أنا دحين قدمته يكون زاد لكم. أتمنى لكم تجربة غنية وأرسل لكم حب ونور وشجاعة وإلهام إنكم طنشوا كل شيء وتاخذوا تجربتكم الخاصة وتبنوا عليها. نورتوني وأشوفكم بألف خير.